السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم هاد الوصفة اللي لذيذة 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 بزاف وفي الشكل مغايرة شي شوية وربما غادي تجيكم غريبة. وصفة ديال هاد الكيك بعويد أولا بالأشجاص. ما نطولش عليكم، غنخليكم مع الوصفة والمقادير ديالها. الوغ اجوردي جو فو بروبوز سيت ديليسيوز روسيت، ce magnifique gâteau aux poires. C'est un gâteau en fait très très bon et un peu différent dans sa réalisation. J'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. بالنسبة للوصفة ديالنا ديال اليوم غنحتاجو 150 غرام ديال الشوكولاتة أو الشوكولا السوداء. من الأحسن تكون طالعة في نسبة الكاكاو اللي فيها باش غتجينا بنينة. غنحتاجو 120 غرام ديال السكر سنيدة، 120 غرام ديال الزبدة جد لينة، غنحتاجو 40 غرام ديال الدقيق، 80 غرام ديال بودرة اللوز، 60 غرام ديال الكريمة السائلة، 4 البيضات، رشة ملح، معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وواحد 4 ديال البعويدات أو الإجاصات اللي يكونوا حجم متوسط موين. إذا كانوا عندكم صغار تقدروا تستعملوا حتى الخمسة. Donc pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 150 g de chocolat noir, 60 g de crème liquide, on va avoir besoin de 120 g de sucre semoule, 120 g de beurre très mou, 40 g de farine, 80 g de poudre d'amande, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe de cacao amer, 4 œufs et 4 poires moyennes, sinon vous pouvez aller jusqu'à 5 petites poires. أول حاجة غنبدأ بها. Donc première des choses, je vais mélanger le chocolat et la crème et je vais les mettre à fondre soit au micro-ondes, soit au bain-marie. أول حاجة غنبدأ بها غندير الشوكولا ديالي والكريمة سائلة غنخلطهم وغنديرهم يا إما في الميكرووند يا إما في الحمام مريم نديرهم باش يذوبوا ليا. الشوكولا ديالي ولا كريم ليكيد هاني درتهم دابو وغنخليهم حتى يبردوا، غنخليهم على جنب. وفي نفس الوقت غناخذ واحد الإناء غنوضع فيه الزبده ديالي، كما قلت لكم زبده جد لينه ماشي مذوبه ولكن جد لينه. انا راه عندي هنايا الحال سخون، داكشي علاش راه تقريبا بحال دابت. وغادي نطربهم مجموعين. Donc voilà, je vais prendre d'abord mon chocolat, il est fondu, je le mets de côté à refroidir. Ensuite, je vais prendre un bol, je vais y mettre le beurre et le sucre et je vais bien fouetter. ملي نطرب مزيان الخليط ديالي ديال الزبده والسكر، غادي نبدا نزيد البيض وحده بوحده وكنطرب مزيان. حتىش ما زدت شي بيضه كنطرب مزيان، يعني انتر ما بين كل بيضه وبيضه كنطرب مزيان. دونك ابري كي جي بيان فويتي لو سوكر اي لو بور، جو في كومونس اجوتي لي زو ان ان توت ان ميلونجون انتر شاك اجو. غادي نضيف دابا الشوكولات اللي عندي مع الكريمه اللي راهم بردو. دونك جو في اجوتي انسويت ابري لي زو جو اجوتي مون شوكولا فوندو افيك لا كريم ميلونجي ا لا كريم اي جو في روميلونجي ان كو. وغادي نعاود نطرب واحد شويه. في الاخير alors enfin de préparation غادي نضيف واحد الرشيشه ديال الملح. جو اجوتي اون بانسي ديال سيل، جو اجوتي اون كويرا سوب دو كاكاو امير غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، لا فارين، دقيق، لا بودر داموند، بودرة اللوز، ومعلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات.
une cuillère à café de levure chimique. Je vais incorporer tout ça en mélange, toujours avec mon fouet ou avec juste une spatule. On va venir faire chacun le خليط ديالي فقط بواحد سباتول او لا بالطراب ولكن غير ما نجهدولوش غير خفيف. صافي ها الخليط ديالي وجد. هنا مون ميلونج هكاك كي لي بري. غادي ناخذ المول ديالي وغادي نفرش فيه ورق الطبخ. دونك جو بروندر مون مول و جو لو شوميزي دو بابيي كويسون. Alors, le fait de chemiser le moule de papier cuisson, c'est obligatoire. Vraiment obligatoire pour pouvoir démouler votre gâteau après. Yani, le moule est le moule غادي نفرشو مزيان. غادي ناخذ البعويد اللي عندي وغادي نقيه وغادي نخليه هكا وافي. تقدروا تخليو له هذه تقدروا تحيدوها. انا غنخليها هاد العويد هذا. دونك جو بروند مي بوار جو في لي بلوشي اي جو في لي ليسي توت انتيير. دونك vous pouvez garder le tronc quand vous pouvez l'enlever. Moi je vais le garder. Voilà. نقيو البعويد ديالكم. ملي نقيت البعويد ديالي غادي نجي نيتوايي مي فواغ. غناخد شويه من الخليط ديال الكيك ونحطو. جي ميتر ان بو دو ميلونج ا كيك دابور. فوالا ني بحال قلتو غنديرو لا باز ديال المول ديالنا. جو ميتر ان بو دو اباري ا كيك دون لا باز دو مول. فوالا غادي نحط دابا بعويدات اللي عندي. جو في ديسبوزي مي بوار. فوالا غتخليو بيناتهم شي شويه ديال ما غاديش يجيو لاصقين وحده مع وحده. كيكون بين بيناتهم واحد شويه ديال الفراغ شي شويه شو صافي. En fait, il faut qu'il y ait un tout petit peu d'espace entre eux. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous optez pour des poires, des petites poires, donc vous prenez 5 plutôt que 4. Ou d'abord, je vais l'appareil cake d'ieli. Je vais remplir le reste de mon appareil cake tout en insistant pour remplir entre les poires. Voilà. غادي نعمر وما ننساش انني نعمر ما بين واصلا لاباري كيك غادي تيطالا. شي معلقه صغيره باش ما نوسخش كاع هاد. Voilà, d'abord le bois vide, gardez près le combiner allez. Donc en fait les poires, c'est obligé que ça dépasse, c'est pas un problème. انا كنت دايره الفران ديالي سخن على 180 درجه وغندخل الكيك ديالي يطيب لمده ديال تقريبا واحد 40 دقيقه بلوز او موان. دونك فوالا مو جافي بريشوفي ديجا مي بريشوفي مون فور 180. maintenant je vais y mettre mon moule ou mon cake à cuire pendant une quarantaine de minutes à peu près. ملي نخرج الكيك ديالي من الفران غادي نتسنى واحد ربع ساعه ونهزو. علاش
غنحتاجو ورق الطبخ باش نهزوه بكل سهوله. دونك ابري سورتي دو فور جو في اتاندر اون ديزان فور 15 مينوت. انسويت جو في بروند مون كيك جو في نميتر سور اون غري اي جو في ليسي انكور رفخوادير. غادي نهز الكيك ديالي غادي نحطو فوق واحد الكري او لا شي حاجه وغادي نخليه مازال يتيبرد مزيان عاد ندوزو للتزيين ديالو. والتزيين ديال الكيك ديالي دونك بور ديكوري مون كيك ان فيت جو افوار بوزوان دو 80 غرام دو كريم ليكيد اي 80 غرام دو شوكولا كوبي اون بتي مورسو. غنحتاج 80 غرام ديال الكريمه السائله و 80 غرام ديال الشكلاط الاسود. غادي ندير الكريمه ديالي غنديرها تغلى اولا تسخن فوق النار النار مهيله ونرد البال باش ما تحرقليش. دونك جو في ميتر ما كريم اشوفي سور فودو. ملي سخنات الكريمه ديالي غادي نخويها نخوي شويه على الشوكولا وغنخليها ترتاح واحد شويه عاد نخلطها باش تذوب لي مزيان وتخلط مزيان. دونك ابري كو ما كريم اشوفي جو في لا فيرسي سور mes morceaux de chocolat. Je vais laisser reposer 3-4 minutes avant de commencer à touiller pour faire fondre le chocolat. Mille d'abord on va mélanger le chocolat ديالي باش نحصل على الغناش. Donc je vais en fait mélanger toujours du centre vers l'extérieur كنبدا نخلط من الوسط الى على برا باش تقدي لا غناش ديالي. Voilà. دابا الشوكولا ديالي داب تقريبا مع السخونيه ديال الكريمه هو داب. دونك افيك لا شالور دو لا كريم مون شوكولا الى فوندو اسي سامبل ماتونو دو دافوار او دو رياليزي ما غاناش اون غاناش بريونت. كنحصلوا على واحد غاناش اللي هي كتلمع لامعه ها نتوما كيف كتلاحظوا الشكل ديالها. صافي اون فوا حصلت على الكناش ديالي هانتوما اون فوا حصلت على الكناش ديالي كيف كتلاحظوها غادي نخويها فوق من الكيك. خاصة غادي نعمل هنا حاولي في الوسط ديال الكيك نحاول نخوي هنايا ما بين باش ملي نبغي نقطع يهبط لي مع الطريفات ديال بوعويد ديال الاجراس. دونك فوالا كون جو فيرس ما كريم او ميليو او دسو دو مون كيك جو في اتونسيون بور كوفرير مون كيك اي ميتر توت اوتور دو مي بوار. فوالا حيت كيبقى واحد بحال واحد الخوا ما بين بوعويد والكيك دونك حنايا غادي نعمروه. وهذه هي النتيجه الاخيره ديال الكيك ديالي كيف كتلاحظوا على الفيديو. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى ليا غير نقول لكم تبقاو على خير. فوالا كوم فو لافي رماركي سور لا فيديو سي لو ريزولتا فينال دو مون كيك دوجوردي. جيسبر كو لا روسيت فوز ا بلو. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.